يلا في مواطن متنوعه في الاحراش حمى يحط لنا سيري ولا فيلم يصلح مثل سبحان الله يا اخي ما تروش في فيل قاعد يولد يا اخي ايش بكم بشر ما تحسوش بالحيوان ادخل ادخل انيسه سلام سالو انيسه هذاك طلال وذاك حمى الزوز كائنات اللي يعيشوا معايا في الدار نتشرفوا طلال بيك اكثر عايشك ها ايش هون شنو من توش تبدا بالفضايح اللي عملتهم كامل طلال تعطيني الكاس اللي بحذاك بتبيع شنو توا شنو اللي شنو عطشت مثالش وش بيه الكاس هذا ما عجبكش تحت فيه ذبانه سبع قدك ريتها جابك ربي يا سيرين جابك ربي أنيسة وي ما شنو قلت شنو هذه سيرين اللي بشتبت بحذاها انت الليلة وحدكم في بيتها ودارها مسكرة بثلاثة كوب ونزيد انا نعس عليكم كل ربع ساعة هاي مرمشي بحذاها شد هاوسك بر لا تشرب حاجة ولا حاجة ولا. أرجع هذا أرجع ملكو زين صاحبي محلاه محلاه وليك النوع النادرك زارفة خلطة ورقة سد ولا سد جاي من كده حمام أنا سد انتي وأنا زارفة وأنا حديقة حيوانات طياريث الولاد شنو الفامي حتى حد ما يدور بها واضح شنو جوست قلنا محلاه وكهو ما جوستش كونها بقيادة الأم الكبيرة تدير كل جيل معلومات حيوية كالطرق إلى مصادر المياه امبوسيبل المسافة بينها وتوافق فيل جيب كونغورو شكون جاي على الصباح هذا؟ بونجور صباح النور قمت على الصباح قلت نشري فطاير ناكلوهم مع بعضنا فطاير؟ باهي أي تقعد وحدك أنا ما نقعدش أي اقعد 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 سافا سافا رقدت مليحة سافا سافا رقدت بالقدا تعرف ياسر محلاه الكنابي نتاعكم لالا اش تعمل على الصباح هوني صباح الخير كوزان جيت نطلع عليك طلع عليا كيفاش حليتهم كتلاثة كوب يا قايس في بالك جبت لنا فطاير فطاير اسمع يا سيدي ها لازم تحشمني مع اصحابي اش عندي عملت انا اش عندك عملت باهي اسمعني اش حكيت لك سيرين علي البارح سيرينا هي ما حكيت شيء انا اللي حكيت لها هي وش حكيت لها طلعت مضروب فيها يا وحيد اسمع كل ملي ما كاش دوسيتك الكل على برا سمعت جرب اعمل حاجه ليلو عجبوك الفطاير يا عيون ليلو عجبوني على الاخر الفطاير صحه البتيداش يعطيك الصحه من السخان وصحابي ما نجمتش نرقد انا برجولي ما فهمتش انا كيفاش فرس النهر يقعد 10 سوايع ما يرقدش وقويل وسخانه صباح الخير يا حمى صباح الخير هاي الارخه هوني انت زاده ما جاكش النوم لا يا حمى راه جيت خاطر جبت لنا شويه فطاير الصباح فطاير وانت اللي فاهم الفطاير هاي صباح النور حضروا لي رواحكم يا جماعه باش نمشيو للبحر يا باش نعوم انا وليلو اليوم لا تعوم لا مع ليلو ولا مع ميمو انت ساكك وباب عليوة يا ودي خليها خاطر تمشي تتبحبح معانا وبعد تمشي تروح لا سلي شوف انا اليوم ماشيه معاكم معناها ماشيه معاكم فهمت اي سي اي ديما نوصي فيها خالتي نقول لها ما تبعثها ليش شكرا لبستو كاس بدري هاي 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 برا 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 حذر روحك برا هاي برا وحذروا رويحكم نعم مع ليلو عزيزتي
هذا طيارة برشا للشمس. زيد 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 عمل لي من هوني من هوني من هوني ويدايا زادة كانت حبيسها سنسيبل انا راني للشمس. هيا يا جماعة راكم بتيت وفيس عاي اي 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 انا البرد في الماء. هيا سيدي هاي هاني حاضر 100%. ها يا سيرين فاش قاعده تعمل لها الطفله باهي برشا للشمس هذا يجي حتى انت زيد نعمل لك. لا لا ما نحبش ما نحبش. اش عليك فيه هذاك ازرق ما تحكش فيه الشمس. غاير اش قالكم في الحط طياره. انا فقط انا في الكهربانة جيب الماء في الفريجيدير. يا اخي وينو ليلو؟ هاي جوكم باهي كل شيء حاضر. هاي ما نسيتو شيء. ها لا نهز عليك حاجة ليلو. لا خلي عليك أنوسة خلي عليك. لا ها هيا تعدى ليلو تعدى. لا تعدى في قبلة عايش. هيا قيسة يا 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 ليلو ميمو أو جايك سيدي. هاي مش كأنه منساو حاجة هذوما يويني فهمنا شيء ما نسيتو شيء يا جماعة. علاش عملت لكم علاش الشمس كلاتني ما غير ما ناخذ حتى سيلفي مع البحر. انا اول مره نطب رنزه في حياتي وانا مانيش عايب. شنو المشكله؟ سبحان الله سبحان الله غلطت في الثنيه. انا جوعت باش ناكل على روحي. وزيد نقول لكم ما نسيتوا شيء. تقولوا لي ما نسينا شيء. مهبول هذا يحب يعملي مع بنت خالتي الشموس ولا تعوموا مع انوس. اوه منت ريحته منت ريحته بصراحه ما خمزو ريت بربي من الاول قلت لك راهو خامش. انت ما حابش تسمع الكلام خويا. قلت لك انت سايب علينا منه ما فهمتكش. انا تو انت ما يقولوا باوي وخليها هكاك يضي راهو خامش. لا انا ما عادش يساعدني يا انا يا هو في الدار هذه. ولا يا انت يا هو خويا سينو ما تقعدش انت خويا في دارك ومعزز مكرم تشم في انتونيه ساكت تفهمني ولا لا؟ لازم تعيش خفيف نظيف جريف عبيب حليب فهمتني؟ تلمون لي شوز كوم سا سون توجور الانغريديون سوني با بوسيبل راه تدخل في التليفون فهمتني؟ دونك انت خويا لازم تكون عبد انكسيسيبل انكسيسيبل اوكي برجولي صار فيش خرجوا. هلا وليد سافا سافا سي سي سافا نسال عليكم الجو على الاخر حتى هو محمد تمشي معايا نص بي مش هناك نص بي ها يا حد اليوم ايه مالا جمعه ها وي 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 حد اليوم سوق الكلاب نو هي سوق الكلاب عندي شويه سيلفيات لازمني نعملهم سيلفيات ها اخر سيلفي عملته مع قطوز جاب لي 800 جيم. هاي ولفو هاي ولفاي علي ولف شوفا مون شيان شيان مون شيان شيان غزل له محلي غزل 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 يقتل 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 يا محلي. هيا بابا تشيز شو اسمه قتلي ولف ولف يهبل اسمه يهبل يهبل جولف. ها اش قولك عمال نمشي ونعملوا به دور. ها لي 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 اختاني من المكتب اختاني من المكتب. تو انت كي ما تحبش الكلاب شو مهزك معاه سوق الكلاب؟ اخي ما تفهمش قلت لك عندي شويه سلفيات نحب نعملهم وعملتهم. مش لازم. هاي ولف 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 هاي ولف فروت ولف كيكا صايي بعد ما نتنت الدنيا تو طيش فيها كلب يعمل مليون الطيشو شنو غالف غالف. الشموس ولا عومة مع النوز هي ما تريش في فيل قاعد يولد تخش بيكم اللي بشر ما تحسوش بالحيوان. بسبت بحذا انت الليله وحدكم في الدار مسكرين على روحكم البيت والكوجينه والصاله وباب الدار بثلاثه كوب وينك ربع
باهي اوكي برك.